اللعبة هي عبارة عن ايه الاول؟ انت بقى بروفيسور شرح الالعاب الجاهبز الجاهل. انا جاهل؟ انا قلت جاهل؟ لا لا انا جاهز. انا قلت جاهل؟ انا قلت جاهز. في ابسط هو عجوز بقى لازم يغلط في الكلام. ها؟ اه انت عجوز لازم تغلط في الكلام. هو كل شوية عجوز عجوز. في يا بنت بقى؟ معلش دي ما كانتش يعني كلمة قلتها. الله مش انت عجوز مش بقول الحقيقه؟ اه صراحه انا عجوز. انت بتقول الحقيقه. طلعتك على المسرح في دار المسنين. اه يا بنتي كل شويه تفكرني. ماشي شكرا شكرا. اتفضل يا جهبذ يا جاهز يا شاب صغير. اه هيموت مني. بس يا بنات دلوقتي اللعبه عباره عن اكس. اه الاكس ابن الايه كان عاوز مني ايه؟ ده الاكس ابن الايه كان عاوز مني ايه؟ الاكس اه اللي احنا بنلعبها بس المرة دي هنلعبها على الارض من خلال الحلقات اللي موجودة ديت والقلل الحمراء والقلل الصفراء. كل ما انت هتختار اللون وتحاول تكون صف لاما افقي او رأسي او خط مائل. ماشي؟ ماشي. وممكن بنت تحاول تبوظ الصف اللي بتعمله على بنت التانية. المهم اللي هيكون صف اسرع هو اللي هيفوز معانا. هما ممكن يجربوا؟ اه وايه طريقه التبويظ؟ ان انا اوقع القلل كده؟ لا امال ان انا هي احط مثلا انا احط القلل من عندي في القلل اللي عند البنت التانيه. اه ما احنا عايزين تجربه. افهم ابه افهم. ممكن يجربوا؟ معلش بفهم على قدي ما انا عجوز بقى. اي صح نسيت. صح اتفضل يلا نجرب. انت خلاص كده ده انت مش ممكن. لا احنا هنبدا اللعبه بقى وخلاص. هتاخدك معايا منور. اه خلاص يلا جاهزين يا بنات؟ جاهزين. بس لازم ما تجروش. احنا هنجرب عند كلمه 1. ماشي احنا هنجرب يا بنات. ماشي يلا اتفضل عن طول. 3 2 1 ايوه وقعت الاثنين. لازم لو وقعت لازم تعدليها. لو وقعت لازم تعدليها. ايوه واو تفوز عاليه في التجربه الاولى. تفوز عاليه ده تجربه مش محسوبه. ده تجربه يا بنات تجربه مش محسوبه. ده فهمتوها؟ يلا هاتي هاتي يا مسا اللي هناك. يلا هاتي اللي هناك. أبح. برافو يا مسا متالقه. ايوه طبعا طول عمري متالقه. يلا بينا يا لولا. جاهزة؟ جاهزة يا مسا؟ جاهزة. صريخ تو و... لا لسه ما قلت. صريخ تو ول 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 ما قلتش. هو ابدأ بقى. طب ما هو ارجعي على الخط. يلا ما. على طول علي على نفس الخط يا علي. معاه على نفس الخط. ايوه 3 2 1 اسرع يا مسا. بسرعة 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 يا علي. بسرعة يا مسا اسرع. لا هي واحدة بس. هي واحدة بس اللي بناخدها في كل مرة. ارجعي يا ماسا. ماشي محسوب خلاص. ماشي مش لا ماشي مش فين. ايوة ايوة فازت ماسا فازت ماسا فازت ماسا على لولا. فازت ماسا على لولا. الجولة الأولى ماسا تفوز. برا ماسا 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 اهي اهي. يلا رجعوا بقى بس يا ماسا. في كل مرة بناخد قلة واحدة بس مش قلتين. ماشي هي مش من كتر القلة يا ماسا. مش عشان ربنا ادانا كام قلة نقعد بقى ناخدهم كلهم واحنا ماشيين. معلش يعني يمكن كانت عطشانة عايزة تشرب من واحد. أنا كنت لسه أقول يلا يا ماسا. يلا يلا يا ماسا. انت قعدتي ليه؟ ريحي. لا ده في شقة شوية هنتعب مع بعض حبتين. ماشي يلا يلا. تلاتة اتنين واحد. لسه ما قلتش حاجة ولا قلت ده ولا قلت حاجة. ايوه بس قلت لهم واحد يا سفرات. طب خلاص يبقى 3 2 1 يعني. اه 3 2 1 واه يا ابوي. ما قلتش ابدا ما قلتش 1. لا 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 ارجع ارجع تاني. ارجع ارجع ما قلتش 1. هاتي يا لولا هاتي يا لولا هاتي اللي هنا. انت توعدنا. يلا بقى يلا خلاص يلا المرة دي يلا بسرعة بقى. حاضر 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 يلا ناس فيه. 3 2 1 اسرع يا بنات اسرع يا بنات اسرع يا بنات.
برافو يا ماشي، برافو. هوبا هوبا يا لولا. ماسة قفلت على عالية، ماسة قفلت على عالية. اعدليها يا لولا، اعدليها. يوبا عملتها تاني. اعدليها اعدليها. يلا يا ماسة اعدليها يا لولا، اعدليها يا لولا. عالية عالية عملتها، هتفوز عالية. عالية عالية جابتها مايلة، عايلة جابتها مايلة، عايلة جابتها مايلة. اكوال النتيجه لغايه دلوقتي. اقعدوا يا ماسا، اقعدوا يلا يا بنات، اقعدوا يا بنات، اقعدوا. برافو. النتيجه تعادل، ولا الحكم في اللعبه الثانيه ان شاء الله هنشوف ايه اللي هيحصل فيها. شكرا ليك يا لولا، شكرا ليك يا ماسا على الاداء الكامل اللي انتوا عملتوه في اللعبه دوت. شكرا شكرا ليكم، والنتيجه تعادل.